ما كيهمنيش الكارثه اللي غتسمع في هذا الفيديو واش غيتفتح فيها شي تحقيق ولا غادي تدوز مرور الكرام كالعاده، ولكن اللي كيهمني هو انك انت تعرفها. 16 طياره اليوم تنقلات من الدار البيضاء لقطر مدعمه من المال العام. 16 طياره من نوع بوينغ 787 دريم لاينر، القليله فيهم كتهز زيد من 300 واحد. كل واحد طلع الطياره مخلص عليه الدوله مليون 10000 درهم، وكل واحد شد المقعد ديالو كتوصلوا التذكيره ديال الماتش مغرب وكندا. القليله فيهم ارخص تذكيره سويه 250 ريال قطريه، بالمغربيه غتعطيك واحد 780 درهم. كلهم وليدات البرلمانيين وبعض البرلمانيين ونسابهم وبعض المسؤولين والعشيره ديالهم وصحابهم وحتى صحاب صحابهم اللي طلعوا. كامل المفروض تكون فيهم انت البوفري، انت ولد الشعب اللي عندك الحرق على الوطن ديالك، ولكن اسمح لي حبك لبلاد والروح الوطنيه ديالك لا شموا فيها دوك المسؤولين ريحه المرقه غيبيعوا ويشريوا معاك فيها، ما كتهمهمش حاجه سميتها الوطنيه. من المال العام الشريف وكانت تمشيوا بعض المسؤولين، وحضر البرلماني رئيس السابق ديال واحد الفريق وعد بعض في مقاطعه في الدار البيضاء انه يدي الاولاد ومشاو مساكن كيوجدوا في الباسبورات في الاخر دوك الناس اللي غيستافد منهم وبعض الاصدقاء ديالهم. والناس اللي كيسولوني خي اشرف علاش البين سبور ناقل 22 ماتش الا المباريات ديال المغرب بوحدهم اللي ما منقوليش، غادي نقول لك المسؤولين اللي طلعوا باش يبينوا لك الروح الوطنيه وينقلوا لك الماتشات ديال من الاذاعه الوطنيه بعض المسؤولين فيها فرضوا على البين سبور باش ما تنقلش الماتشات ديال المغرب، باش انت تمشي تشري تي ان تي وتفرج في تي ان تي وغيحرموك من من من, من الفراجه. واش فهمتيني؟ هاد الناس هادو اللي مشاو وسدوا المقاعد في الطياره وكيفرقوا في المقاعد وكيستغلوا المقاعد، شكون اللي استافد؟ شكون اللي استافد من الخطوط الملكيه اللي فرقات 5000 درهم وما عرفوش المغاربه وقتاش تحل ذاك العرض وقتاش سالا؟ وملي كتمشي تسولهم بهي ديالك وبالتذاكر ديال المباريات ديالك كيقول لك سالا العرض، كلشي شراه، شكون اللي شراه؟ الله اعلم، دوزوهم كاملين الاصدقاء ديالهم والوكالات ديال السياحه ديالهم اللي ولات كتفرض عليك ماتش ب 30000 درهم حتى ل 35000 درهم، وما غاديش نحتاج نظر على دوك الناس اللي كتسولوني كيفاش مشاو دوك الميكيات اللي كتقولوا لهم نتوما المؤثرين، علاش مشاو وكيفاش مشاو وشكون اللي داهم. انا ما غاديش نهضر على الشيء هاد التصويره هادي الا ما عرفتيش شكون هو هذا. هذا سميتو عمر الهلال، وما ادراك ما عمر الهلال، بغطاط ديال بعض الدوله اللي هوك وديال المرتزقه ديال البوليزاريو، جالس مع ولاد الشعب في المدرجات وكان قريب مني انا ملي كنت كنتفرج في بلجيكا، وحده عندها 1000 ابوني من النوع ديال دوك الميكيات جالسه تما، مشات بالمال العام ولا ما مشاتش بالمال العام سوقها هذاك، كيف يعقل ان كارثه ديال 16 لواحد ضرب 16 طياره، كل طياره كتهز 300 واحد ضربها في مليون، شو شحال غادي تعطي؟ كل طياره نديرو غير 300 واحد، 300 مليون من المال العام باش يمشيو يشجعوا اصحاب السناب شات واصحاب السطوريات المنتخب الوطني. انا ما غاديش نقول لك ما تمشيش تفرج في المنتخب ولا ما تشجعش المنتخب ولا ما عندك ما دير بالكره، هذيك الروح الوطنيه هي اللي